ننتقل إلى صحيفة الجريدة ومنها نقرأ المراجع القومي. تأخير في تحصيل الشيكات المرتدة بالضرائب والجمارك منذ العام 2015. كشفت اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ توصيات المراجعة العام عن بطء في تنفيذ توصيات المراجعة العام وقرارات البرلمان من قبل بعض الوزارات، إلى جانب تأخر تحصيل شيكات مالية مرتدة بإدارتي الضرائب والجمارك منذ العام 2015. وأقرت بأن ولاية وزارة المالية على المال العام ليست بالصورة المطلوبة. والتأم بالبرلمان الخميس الماضي اجتماع بين اللجنة البرلمانية الطارئة الخاصة بتنفيذ توصيات تقرير المراجعة العام ومدير ديوان الحسابات ومعاونيه ومدير المراجعة الداخلية بشأن مدى تنفيذ توصيات المراجعة العام. وقال رئيس اللجنة البرلمانية عمر سليمان للصحفيين أمس إن المسافة ما زالت واسعة بين توصيات المراجعة العام وقرارات البرلمان من جهة وموقف التنفيذ من قبل الجهات المذكورة في تقرير 2015 من جهة أخرى. أستاذ خالد، شيكات مرتدة من 2015 لم يتم تحصيلها، ألا يكشف ذلك ضعف الرقابة على الأقل التي تؤدي سنويا إلى زيادة الاعتداء على المال العام؟ الحقيقة أفتكر ده لدرجة كبيرة مرتبط بالحديث القبال وحول ضعف الجهاز الإداري للدولة، فدي ده منتهى الضعف، عدم القدرة على القيام بمهامه الطبيعية والعادية واليومية، لأنه ما في تأهيل للموظفين، ما حاسين بالرضا الوظيفي لضعف ممكن مرتباتهم، بالتالي ما بيقوموا بمهامهم، وحتى اختيار في عدد كبير من الناس اللي بيكونوا في الوظائف دي نتيجة لظروف سياسية أو اجتماعية أو شلالية بيجي للوظائف من دون كفاءات كافية. فده مرتبط بإصلاح الدولة وبتطوير قدرات الجهاز الإداري. من دون تطوير قدرات الجهاز الإداري للدولة ما حد يتطور ولا حد يتنفس أي خطط في كل المجالات. طيب دي من ناحية. من ناحية تانية بوضح إنه ما في رغبة، وده مال عام، وده مال عام يعني مرتبط به تقديم خدمات في مجالات تانية، في الصحة، في التعليم، في كده، لما الجروج ما تتحصل ده بيكون خصما على دي، ومعناتها ما في تنفيذ للوائح، والناس المسؤولين كبار المسؤولين عن المؤسسة دي ما متبعين اللوائح وما قاعدين ينفذوها. وده ممكن يفتح برضو الحديث حول تهم بتاع فساد، احتمال في ناس مستفيدين علون الشيكات تعطى الضرائب بيكونوا مصالحهم والقروش دي ما تتحصل. فكل عدم التنفيذ ده زي ما ذكرت في ضعف إداري من الجهاز الدولة، في عدم مسؤولية متابعة للأجهزة الرغابة، في شبهات فساد، ولا نرى أي ناس على الأقل في العلن بتقدموا يعني كحديث حول القصور، وما في ناس بتقدموا المحاكمات والمحاسبات، ودي لازم أن تعلن لأنه دي هيبة الدولة الحقيقية في تنفيذه والحفاظ على دي أموال الشعب السوداني، المفروض تقدم خدمات للشعب السوداني، المفروض تكون في محاسبة وفي مراجعة وتكون في تطوير لأداء الموظفين ومراقبتهم ومحاسبتهم. طيب أستاذ خالد، نواصل هذا الحوار التحليلي ولكن بعد قليل. مشاهدينا فاصل قصير، نواصل بعده هذه الحلقة من برنامج منشطات سودانية من السودانية 24 في الخرطوم، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأنتم تتابعون معنا هذه الحلقة من منشطات سودانية من السودانية 24. كنا قبل الفاصل قرأنا من صحيفة الجريدة المراجعة القومي تأخير في تحصيل الشيكات المرتدة بالضرائب منذ العام 2015، وكان معنا ولا يزال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ خالد عبد العزيز. أهلا بك مجددا أستاذ خالد. أستاذ خالد، عدم التزام أجهزة الدولة بتنفيذ توصيات المراجعة العام، ألا يحتاج إلى وقفة ومراجعة من قبل البرلمان؟ أنا أفتكر الإشكال الأساسي هو ضعف الرغبة التشريعية، لأنه باستمرار المراجع العام كل عام بيجي بيعرض التقارير بتاعه، إذا كان على المستوى المركزي أو المستوى الولاي، ونفس الأخطاء والتجاوزات بتتكرر مرة ثانية، ودي لدرجة كبيرة مرتبطة معناتها فيها خلل في اللوائح، يا خلل في أجهزة الرغابة، وده دور البرلمان في أنه يتابع تنفيذ التوصيات بتاعة المراجعة العام، ولازم يكون في تقديم ناس للمحاكمات، الأجهزة يكون في لجان لمراقبة التنفيذ، اللوائح
مكون البرلمان تمشي على الوزارات والجهات اللي ما بتنفذ توصيات المراجع العام وتكون في محاسبات تكون في محاكمات. دي الممكن يؤدي لإصلاح الدولة وتوقف الانتهاكات اللي بتحصل والتجاوزات اللي بتحصل على المال العام. إذا كان تجاوزات القروش يعني ما قروش بتتاكل عادية لكن إهدار للموارد، لأنه المراجع العام هو ضمير الدولة وهو توصياته لازم تنفذ، والجهة المتابعة التابعة عليه أو هو الجهة اللي بتشرف عليه وهي البرلمان، فما يكون الحديث مجرد استهلاك سياسي من البرلمان. طيب أستاذ خالد، لدينا مراجع عام ولدينا برلمان ولدينا لوائح وضعت من جهات كثيرة جدا، سواء كان لوائح عدلية أو من وزارة المالية، ولكن سنويا وتتكرر هذه المشكلة، مشكلة تقارير المراجعة العام مصير سلة المهملات في عدد كبير جدا جدا من المؤسسات، وإذا كان من بين الضرائب والجمارك وديل الدال الآن الدولة بتعتمد عليهم اعتماد كبير، ما الذي نحتاجه الآن؟ نحتاج أنه تتنفذ القرارات، يعني عشان تكون الدولة موجودة وعندها هيبتها لازم تنفذ القرارات بصرامة، يتابع التنفيذ، ده في شق بتاع الجهاز التشريعي أنه يتابع ينفذ قراراته، ما يكون منتدى سياسي يجوا الناس يتكلموا ساي كلام سياسي ما عنده معنى، لأنه هم بيمثلوا الشعب وبيأخذوا أجورهم من الشعب، فبالتالي دور تنفيذ القرارات دي ومتابعة الأداء بتاع جهاز الدولة، يكون في دور حتى للجهاز التنفيذي في مستوى رأس الجمهورية ومجلس الوزراء، هناك دور من أشست الإعلام طيب والمجتمع المدني أنه تراغب أيضا التنفيذ لأنه ده دوره وده أموال الشعب السوداني. طيب أستاذ خالد، عدم ولاية وزارة المالية على المال العام بحسب حديث البرلمان، ألا يعتبر يعني ده في حد ذاته هو مدخل كبير جدا جدا للتجاوزات من أوسع أبوابه؟ أنا أفتكر حديث لما يجي من تشريعيين اتهموا وزارة المالية بعدم الولاية على المال العام، دي تهمة كبيرة وبيتحملوا أنهم مسؤولية كبيرة بابا. نعم، لأنه الجهاز التشريعي بدل المسؤولين بيقوا بيحبوا يشتكوا، ما عاد بيشتكوا لمنه، ما أنت بتعبر أو وضعت نفسك أنك بتعبر عن الشعب ووصي على مصالحه، فأنت بتعمل قرارات وبتعمل لجان وبتعمل محاسبة، ما بتتكلم، ما كلام يكون مجرد كلام إطلاق يعني هواء ساخن من الصدور، لابد يكون في ظاهرة زي دي بتشكل لجنة للتحقيق للمحاسبة للتشريع للمتابعة، وما تكون مجرد نوع اللجان التي تعقد ولا تنفذ تنبسخ ثم تنبسخ، لا يكون في تقارير بتتابع وتكون مملوكة تتملك للشعب وللرأي العام، لأنه دي مصالح الشعب السوداني وده أموال الشعب السوداني، ما شركة خاصة، دي أموال بالشيوع لكل الشعب السوداني، وده بدي برضو هيبة للدولة وبدي نماذج يعني قابل للتكرار، أنت تكون حاسم في الحفاظ على مال الدولة، ما بتتكرر التجارب دي ولا الانتهاكات.